احنا بناخد كل حاجه قفش كده يعني، لما حد بيكتب هنا حاجه بره بنزعل. والحقيقه انه عملنا تجربه هنا بسيطه جدا، انه كان في جورنان مجله امريكيه كتبت عننا كلام ما كانش كويس قريب، فالشباب اللي عندنا موجودين معانا، فانا خليت حد فيهم اتصل باللي كتب الارتكل دي يعني، واتضح انه هو كاتب في الكلام انه المسؤولين الحكوميين ما بيردوش. تمام، وبنى الستوري بتاعته كلها على ده، لان هو بقى خلاص هو ما دام ما حدش في الحكومه بيرد فيبقى هو يكتب اللي هو عاوزه. او وجهه النظر، انت لو عندك وجهه نظر انت تستبيني الطرف الثاني بيقول ايه يعني، فالطرف الثاني على حسب كلامه ما بيردش. فابتدينا نتواصل معاه، وبعدين اكتشفنا انه هذا المسؤول الحكومي هو موظف صغير في يعني هيئة الاستعلامات، ولانه ما ردش لسبب او لاخر يعني، فطلع ارتكل بهذا الشكل. انا لو ده انا يعني جبناه وكلمنا معاه وابتدينا ناخد وندي معاه بهدوء، وابتدينا نبين ده. واحنا الحقيقه عندنا برضو جزء من خطه الوزاره انها ازاي نتعامل مع المراسلين الاجانب بحيث نوفر لهم المعلومات اللي بيسالوا عليها بشكل يكون سهل، لانه احنا مش محتاجين ان احنا دايما نتعامل، لانه المعلومه هتيجي معلومه جايه. المهم انت بتقوليها في اطار ايه، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، انت لو امتنعتي عن انك انت تقولي المعلومه الدقيقه وبسرعه، غيرك هيقول المعلومه ربما تكون مضلله، ربما تكون ناقصه، ربما تكون بتوجه الراي العام في اتجاه معين، ربما يعني. فلازم تكوني موجوده في الصوره باستمرار، مفيش حاجه اسمها انا ماليش دعوه، لا لازم تكوني موجوده باستمرار. وده جزء من خطه وزاره الدوله للاعلام. احنا عرضنا الخطه مبدئيا على الرئيس، وبعدين دخلنا في بعض التفاصيل، وهو سال على تكاليف معينه. احنا في انتظار ان شاء الله قريب نعرض عليه الخطه المتكامله، بمجرد التصديق عليها نبتدي ننفذ فيها على طول. واحنا بننفذ فيها حاجات بالفعل يعني، المبادرات اللي طلعت دي جزء من هذه الخطه، بس الخطه اكبر من كده بكتير. احنا زمان في الستينات كان عندنا قناه تلفزيون واحده، وفي السبعينات بقوا قناتين، وهم دول اللي موجودين. عاجبك عاجبك، مش عاجبك في التلفزيون واعملي اي حاجه تاني، هو ده اللي موجود. من منتصف التسعينات الامر تطور واصبح عندنا اقمار صناعيه، فاصبح البث متاح. قمر صناعي بيطلع فوق بيبث الارسال بتاعه على تلت الكره الارضيه. ففكره الحدود السياسيه للدول اتلغت مع الاعلام الحديث. خلاص لما بقى في نظام دولي جديد اتلغت فكره الحدود السياسيه للدول. ده منطق من مناطق السياده للدول على فكره. وبالتالي حضرتك البطل في العمليه الاعلاميه هو الريموت اللي في ايدك. حضرتك مش عاجبك القناه دي، هتروح القناه الثانيه. انت اقصى زمن بتقعدي فيه على المحطه ثواني. خلاص؟ مش دقيقه، ثواني. ليه؟ لانه انت مثلا على شاشه التلفزيون رقم واحد فيها الابهار، الصوره عامله ازاي؟ لو الصوره وحشه بتقلبي فور. حتى ما تبصيش على المحتوى. لو الصوره عجبتك هتقعدي هتشوفي المحتوى شكله ايه، لو ما عجبكيش هتقلبي برضه. خلاص؟ الاوبن بوفيه بقى كتير. حضرتك عندك على النايل سات، خدي بالك برضه ده جزء من الحرب اللي بتمارس، النايل سات فيه حوالي 600 قناه. انما لو بتعملي سيرش بيطلع لك فيه حوالي 2000 قناه وشويه. لانه متداخل في نفس المدار مع القمر الفرنسي يوتيل سات. فبيطلع عليها زي قنوات الاخوان، وزي القنوات دي بتطلعش من مصر، القناه بتطلع من بره بس تطلع على القمر الفرنسي اللي موجود. بس وانت بتعملي سيرش هو بيجيب لك المدار، مش بيجيب لك الاسم بتاع القمر اللي انت بتدوري عليه بنفسه، وبالتالي بتلاقي قدامك 2000 قناه. فانت لو عندك النايل سات لوحده عماله تقلبي حاجات، وعلى فكره فيها قنوات عندها سرقه محتوى، انا مش هكلمك على الحاجات السياسيه، عندك سرقه محتوى، الفيلم بينزل في السينما بعدها بكام ساعه بتلاقيه نازل عندهم. ده حقوق ملكيه الفكريه بتتسرق وبتضري صاحب العمل نفسه، وبالتالي هذا الامر يجب ان هو يواجه. الحاجات دي لازم المشكله بقى في التعامل مع الدول الاوروبيه في هذا الموضوع، لازم يبقى في حكم قضائي، ولازم في جزاء. على بال ما بيطلع الاحكام بهذا الشكل، عشان تقفلي هذه القناه بتاخد وقت، بيكون هو عمل تاثير سلبي جدا، وبعدين بعد كده كمان بيروح يقدم باسم شركه جديده بطريقه تانية ويقدم نفس المحتوى، وبالتالي بنخش في هذا الموضوع. الامر محتاج اتفاقات دوليه، محتاج يبقى في تواصل بين الدول على مستوى القيادات السياسيه ومستويات الاقل، بحيث ان احنا نصل في النهايه الى ان احنا نحافظ على يعني اللي هي فكره الامن القومي للدوله بشكل عام.
أنا مؤمن جدا بفكرة المنافسة. لو أنا فتحت القناة سين وصاد وعين ولقيت القنوات دي كلها بتتكلم في نفس الموضوع بنفس الطريقة بنفس وأنا قاعد بتفرج، فين المنافسة هنا؟ أنت حضرتك في خبر حصل النهاردة، كل واحد بيتناوله إزاي؟ لازم أنا وده اللي بيفرق مذيع شاطر من مذيع مش شاطر. يعني ليه المذيع ده بيجي عليه مشاهدة عالية وليه المذيع ده بيجيش عليه مشاهدة عالية؟ لأنه هو طريقة التناول. وعلى فكرة الناس فاهمة، يعني سيبك من حكاية بقى الصوت العالي والبتاع والكلام ده كله، ده ما عادش بيجيب نتيجة. المهم أنت بتخضي العقل اللي بيتلقى منك إزاي، بتحترميه ولا لأ، بتقولي له معلومات مظبوطة ولا لأ، عايزة تعملي الهومورك بتاعك لازم تعمليه بسرعة جدا. يعني الحقيقة فكرة العافية مش موجودة في الإعلام. الإعلام إدارة فيها خبرة وفيها عقل. فهدي لك مثال بمنصة يعني مش مصرية، إنما اتفقت مع المنتج إنه تنزل الفيلم في نفس توقيت نزوله في السينما، ودي كانت غريبة جدا. يعني دايما كان بينزل على المنصات بعدها لأنه المنتج عايز يبيع، إنما المنتج لقى إنه العرض ده مغري بالنسبة له لدرجة إنه هيقدر يكسب بيه جزء كبير من تكلفة الإنتاج بتاعته، أو هيرد جزء كبير من تكلفة الإنتاج بتاعته. وبالفعل الناس قعدت اتفرجت عليه على المنصة دي. حجم الاشتراكات اللي اتعمل في المنصة دي بسبب الفيلم ده أكبر بكتير، لأنك أنت بتخش ب 100 جنيه تذكرة السينما، لو ب 80 جنيه فأنت لو داخلة أسرة يبقى أنت عايزة 300-400 جنيه مش كده؟ طيب ما أنا دخلت والأسرة كلها بتتفرج ب 100 جنيه. فأصبح في منافسة، ما بقتش بقى على القنوات، المنافسة بين المنصات. فقدر المحتوى اللي عندك قد إيه؟ بتقدميه إزاي؟ أسرع من ولا لأ؟ يعني دلوقتي بقى فيه منتجين بتشتغل لحساب المنصات بتكلفة قليلة جدا، بتعمل منتج، احنا كل ده لسه بعيد عنه خالص، احنا كل ده مش موجودين فيه. فلازم نكون فاهمين المستقبل شكله ايه. اللي مش هيدرك المستقبل مش هيعيش معانا فيه.